قصة جميلة رائعة جدا لسلسلة محلات ومطاعم جازمين أند أوليف من مدينة رالي ولاية نورث كارولاينا. نجحنا في أن نعرف الأكل الفلسطيني، بنقدم لهم رسالة إنسانية من خلال تقديمنا للأكل اللي إحنا بنعشقه وبنحبه وتربينا عليه طول حياتنا. بدأ حياته والخبرة الفنية تبعه من الهندسة، بعدين ترك الهندسة واتجه إلى عالم المطاعم. شو اللي جابك على المطاعم وهندسة الأكل؟ معلمين الشاورما، يؤسفني أن أقول لكم على الخبرية هي اللي يمكن تكون حلوة يمكن تكون مالا حلوة. بيجي الزبون بيفوت هيك بينقل الصحن تبعه مثل ما بده كستمايز. هذا هو الفرع الأول، وهذا الفرع الأول اللي بدينا منه وانطلقنا منه من يوم ما فتحنا المطاعم هذه، وإحنا بنحاول نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، بنعطيهم قصتنا من خلال الأكل. تعالوا اليوم بدنا نعطيكم قصة جميلة جداً لرجل من طول كرم من فلسطين، إجا لهون على الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ حياته والخبرة الفنية تبعه من الهندسة، بعدين ترك الهندسة واتجه إلى عالم المطاعم، بس ولكن في المطاعم هندسها وضبطها وبدأ يعمل سلسلة محلات ومطاعم سماها جازمين أند أوليف. تعالوا نعطيكم قصة جميلة رائعة جداً لسلسلة محلات ومطاعم جازمين أند أوليف من مدينة رالي ولاية نورث كارولاينا. تفضل. أنا اسمي نواف لطفي محمد سعيد، من طول كرم من الأرض المحتلة. جيت على أمريكا من 1979. أنا جيت أدرس في لويزيانا، درست هندسة كهرباء ودرست كمبيوتر إنجينير. بعدين جيت على نورث كارولاينا هون لشغل في الاي بي ام، وبعدين اشتغلت في شركات أخرى لها علاقة بالكمبيوتر إنجينير. شو اللي جابك على المطاعم وهندسة الأكل؟ في 2007 فتحنا أول مطعم لنا في نورث كارولاينا هون ونجحنا فيه، بعدين فتحنا محل تاني وبرضه نجحنا فيه. فبال 2010 تقريبا قررت أنه أعتزل الهندسة وأدخل في قضية المطاعم، وشعرت بأنه ممكن أن ننجز في هذا المجال. كنا نفتخر في كل إشي بنعمله في البيت، وبدنا نقدم هذا الشيء للجالية الموجودة عندنا في البلد اللي احنا فيها. في هذاك الوقت قضايا كتير ما كانوا يفهموها الأمريكان عن أكلنا. نجحنا في إن نعرف الأكل الفلسطيني لكل الكوميونتي اللي احنا موجودين فيها في البلد اللي احنا فيها. من 2010-2011 تركت الهندسة وقلت نعم. أنا بدي ركز تماماً على المطاعم. هي مغامرة كبيرة بصراحة، بس بنفس الوقت يعني كنت أنا في عندي ثقة كبيرة إني بقدر إني أرجع أشتغل هندسي إذا لزم الأمر في ذلك. فالواحد يعني بيطلع بجازف في حياته، بس في عندي باك أب بلان إنه إذا صار ما صار عندي بالمطاعم ومشيش الحال في المطاعم نرجع نشتغل هندسي، ما في عندنا مشكلة. يعني كان عندي خبرة طويلة في الموضوع هذا. هذا هو الفرع الأول بالضبط، هذا الفرع الأول اللي أسسناه ب 2007 بالنسي ستيت. نسي ستيت من أكبر الجامعات الموجودة في ولاية نورث كارولاينا، وهذا الفرع الأول اللي بدينا منه وانطلقنا منه. يعني بداية الخير منه. نعم. تعالوا نشوفوا بداية الخير يا جماعة الخير من جازمين أند أوليف. تفضل. مجال هذه المطاعم لما أنت دخلت وعندك رسالة وعندك هدف وعندك شغلة إنك أنت بدك توصل الثقافة أو الأكل الفلسطيني أو الشرق أوسطي للشعب الأمريكي. من يوم ما فتحنا المطاعم هذه وإحنا بنحاول نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، بنعطيهم قصتنا من خلال الأكل، فهذا كتير مهم. الناس اللي ما كانتش تعرف الحمص بتعرف الحمص، الناس اللي بتعرفش الفلافل صارت تعرف الفلافل. بنقدم الأشياء اللي إحنا ربينا عليها وتربينا عليها في حياتنا كلها. شو من أهم أسباب نجاح المطاعم من وجهة نظر؟ في ناس كتير بفكروا إنه إذا كان عندهم يعني أكل كويس وبيقدر يعمل أكل كويس معناته بينجحوا بالموضوع هذا. الحقيقة بتأخذ أكتر من هيك. لازم يكون في عندك فيجن للمحل، لازم يكون في عندك رؤية للمحل وشو اللي بدك تقدمه للناس. بدك تشوف الموقع بحيث إنه يكون مناسب للفيجن تبعك.
ممكن هون تنجح بكونسبت، ممكن هون تفشل بكونسبت تاني. صحيح. بنفس الموقع لازم يكون في عندك فلوس، بمعنى انه لازم يكون في عندك فائض بحيث انك تدعم المحل لمدة 6 شهور لسنة بعد الافتتاح. فتحت اول فرع، بسم الله ما شاء الله، تاني استقرت من شغلك وكملت، شو صار بعدين؟ من يوم ما بدينا المحلات هدول لحد هذه اللحظة وإحنا بنمشي وراء حلم بالنسبة لإلنا، إنه بدنا نفتح أكبر عدد ممكن من المحلات في هذه المنطقة على الأقل، ونحاول إن نعمل فرانشايزنج للمحلات هدول في المستقبل. أنجزنا المحلات هدول بنظام معين، وهلأ منعرف كيف إن نطور هذا الموضوع، وبنعرف كيف نفتح محلات جديدة، والأمور مش بس مقتصرة على عمل الأكل وصناعة الأكل. يعني هلا ننتقل من صناعة الأكل إلى صناعة المحلات، يعني أو البزنس يعني بشكل عام. هذا الفرع رقم؟ رقم 6 هذا. ما شاء الله تبارك، هذا أنت تأسس؟ هذا بال 2013. بال 2013. نعم. ما شاء الله. تعالوا نشوف الفرع السادس لجازمين أند أوليفز من مدينة كيري. هلا هون انت عامل الديسبلاي، بيجي الزبون بفوت هيك بينقي الصحن تبعه مثل ما بده، كستمايز، حطي لي حمص، حطي لي سلطه، حطي لي رز، حطي لي كذا. انت عامل نظام نوعا ما هيك مثل الامريكي. هذا النظام اللي عندنا، بيجي الناس هون بيختاروا اللي بدهم اياه، سواء كان بول ولا سواء فلاتر ولا ساندويتش ولا شاورما. ولا شاورما بيجي بوخذ اللي بدهم اياه، بنعطيهم اللي بدهم، بنعمل لهم اياه بالضبط زي ما بدهم. كستمايز. حطي لي هي لا تحطي لي هي. بنحاول بقدر الامكان انه كل زبون نعطيه بالضبط شو اللي بده اياه. ما يريده، ما تشتهي عينه قدامه. نعم. بنقي وبيقول له حطي لي هي ولا تحطي لي هي. مع مين الشاورما؟ يؤسفني انه اقول لكم على الخبريه هي، اللي يمكن تكون حلوه يمكن تكون ما لها حلوه، بس ولكن قص الشاورما هلا صار اوتوماتيكي اوتوماتيكي على الماكينات، بتحطها من هون، ماكينات المانيه بتعيرها وبتحطها وهي بتسوق لحالها، فبتوفر عليك العديد من انك توقف انت هالوقفه هي اللي هي كانت شوب جدا. شوفوا لي على الترتيب. هذا بنقدر نقول الفرع السابع، عم الفرع الاول من ذا بول. هذا افتتحناه بس من شهر ونص شهرين، لصالة جميلة للأفراح ولكل المناسبات. هذا المحل السابع اخترنا إن نعمله مكان للحفلات أو المناسبات، لقاءات الشركات هون ولقاءات المؤسسات الغير ربحية في البلد، بنستضيفهم هون. في عنا كاباسيتي هون 250 شخص، وبنقدر نقدم لهم الأكل بكل أنواعه وأكثر من الأكل اللي إحنا بنعمله لمحلاتنا. أي إشي بدكم إياه إحنا مستعدين فيه، إذا بدكم ستيج موجودة، إذا بدكم دانسينج فلور موجودة، إذا بدكم سبيكرز موجودين، بدكم تي في اند ديسبلاي موجود. بالطبع في عنا كراسي وطاولات، من نعملكم اللي أنت بالضبط اللي بدكم إياه. مما جميعه؟ من جميعه. يعني أنت بس لاقي العروس أو لاقي العريس بالضبط، وإحنا 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 مستعدين إنه هون نستضيفكم. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحمص الترتيبي، هذا بنعمله مشان الفلافل. يعني انتم ما بتجيبوا علب وتفتحوها وبتحطوها وبتظبطوا؟ لا 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 لا، هذا كل شيء بتعملوه هذا كلياته مثل ما انت شايف. حمص محب بيكون ناشف، بننقعه قبل بيوم مشان ان نعمل فيه الحمص ومشان نعمل فيه الفلافل. ما شاء الله تبارك الله. هون شايف انا عندك المطبخ اللي انتم بتحضروا منه. نعم. تبعته للفروع. نعم، هذا المطبخ مشان جازمين، وهذا المطبخ مشان برضو ان نعمل اكل للمناسبات اللي بتصير عندنا في القاعه هون. ما شاء الله، شيء فاخر. على الاخر يا جماعه خير، جازمين في رالي نورث كارولينا مرتب هذا البراند. ما شاء الله، الله يطرح لك البركه. تفضل. شو الحلم تبعك؟ كلاتنا احنا بنعاني في فتره زمنيه كثير صعبه على شعبنا وعلى امتنا في اللي قاعد بصير عندنا في غزه. اذا في عندي اي حلم في حياتي انه هذا الدمار اللي قاعد بصير هناك انه يوقف. على المستوى الشخصي يعني دائما احنا بنطمح لانه نوصل
رسالتنا الإنسانية من خلال الأكل، رسالتنا إنسانية بشكل بحت، يعني إنه بدنا نوصل ثقافتنا ونتواصل مع الناس اللي هم ما بيعرفوا إشي كتير عنا. فهذا كتير مهم بالنسبة لإلي أنا، إنه نوصل هذه الناس من خلال الأكل، نوصل هذه الناس من خلال التفاعل معهم بشكل يومي، يعرفوا إنه هذا المحل فلسطيني من خلال تقديمنا للأكل اللي إحنا منعشكه ومنحبه وتربينا عليه طول حياتنا. بسم الله ما شاء الله، من داخل مطاعم جازمين اند اوليفز. يا جماعة الخير، عمي أبو يوسف شو هالترتيبة، هي الألوان الجميلة هذه؟ إحنا بنعمل بول في yes. يعني بنعمل بول، بتقدر تاخذ رز معها او سلطه. حلو. وبنعمل بنحط لك اللي بدك اياه فيها، بنعمل افوكادو، بنعمل تشيكن، بنعمل ميديتيرينيان سلا. هلا هي يمكن نحن كثقافه عربيه ما بنعرفها هي. لا احنا مش متعودين على هذا الشيء. ليش انت اخترعتها؟ شو السبب تبعها؟ هذا الاسلوب الجديد اللي معظم الناس اللي صارت تعرف فيه، بدهم بول اللي يحطوا فيها الاشياء اللي هم بحبوها. اغلبيه الزباين اللي بتجي لعندها متنوعة. يا بيجوا العرب، بيجوا الامريكان، بيجوا الصينيين، بيجوا الاسبانيون. نعم كلهم زبائننا متنوعين ومن ثقافات مختلفه. يعني لهذا السبب احنا حطينا هذا المحل بالطريقه هذه واشتغلنا عليه على هالاساس هذا. How was the food? Oh, I love it. This is my favorite place. What did you order? This is the jasmine platter. So I got the salad with the rice and the gyro meat. The gyro meat. Mm-hmm. You love it? It's my favorite. What about you? What did you order? Oh my goodness. I've ordered the salad bowl, the jasmine salad bowl. With it's got tabbouleh salad, the Lebanese salad, shawarma on top. So you know all the menu. Yeah, you should have like quarantined. I know. I thought about working here a long time ago. Okay, awesome. Yeah. Thank you very much, guys. قصة جميلة جدا من مدينة رالي في ولاية نورث كارولينا. بلش فيها هون أخونا نواف من عام 2007. بسم الله ما شاء الله اليوم 7 فروع. نعم. الله يطرح لك فيهم البركة ويبارك لك، وإن شاء الله يا رب بنشوفك عم تفرش في ولايات تانية بإذن الله تعالى. أشكرك كثير والله يجبر بخاطرك. آخر شيء شو بدنا نقول لهم؟ نقول لهم يا هلا؟ بدنا نقول لهم يا هلا. يا هلا فيكم. السلام عليكم.